وجهت السفارة الأمريكية في القاهرة الشكر إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعد تحقيق حلم أمريكية مصابة بالسرطان بزيارة الأهرامات. ورصدت السفارة في منشور لها على فيسبوك رحلة العائلة الأمريكية إلى مصر وصفة إياها برحلة العمر بفضل جهود حملة جمع الأموال التي بذلها الابن بلا كلل، معربة عن الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وجميع من كان سببا في تحقيق هذا الحلم.